اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الافاضل في كل مكان جبيل. كنا دايما نتكلم شويه عن عروسه المولد وارتفاع الاسعار والاطفال. طبعا الحاجه دي محببه لهم، يعني زمان لما احنا كنا اطفال لما اخواتنا الصغار يجيبوا عروس المولد كل مره بنديها قرمه كده، يعني كل ما يصبح صباح بتلقاه ناس حاجه مقيمه، هي يعني مقيمه ذات بيحتفظوا بها لعدد من الشهور كزينه كده ومنظر ويذكرهم بالمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الان الاسعار شويه مرتفعه، يعني ملايين عروسه المولد، من مليون وانت ماشي 4 مليون كده، اثنين وثلاثه واربعه انواع مختلفه للحلويات. انا عموما بحب دائما الحلويات اللي فيها جوز الهند، فهي خفيفة وهشة يعني نوعا ما. دي من الحلويات الجميلة اللي دائما الناس بتركز عليها، السمسمية. نحن بنحيي كل بيوتات تصنيع الحلويات، ما قاعد يقصروا خالص. ايوه الحلواني، ناس الحلواني في المورد وكل الناس، حي العرب طبعا فيها بيوت كثيره بتصنع الحلويات المعروفه. كلهم نقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا ان شاء الله يعظم الاجر، لانه صناعه الحلويات برضو ما هي بالحاجه السهله، اكيد مجهود كبير. اكيد نعم، عليكم التحية، متواصلين معاكم أكيد من خلال صباح الخرطوم يا محسن. دائما عدد من الضيوف اللي هم بيكونوا ضيوف أعزاء على استوديو صباح الخرطوم. حنتوقف في المساحة الأولى دي وحنتعرف على ديوان الأوقاف الإسلامي. وديوان الأوقاف شارك كثير في مجالات مختلفة، حنتعرف على الديوان أولا وحنشوف زيارات مختلفة على مستوى داخل السودان أو خارج السودان، برضو مشاركتهم في السيول والأمطار. سعداء جدا في هذه المساحة يكون ضيفنا مولانا عبد العاطي أحمد عباس، وهو الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامي. أهلا ومرحبتين حباب مولانا. مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين وبالإخوة في الاستوديو. أنا حقيقة سعيد جدا بهذه الاستضافة، أكرر شكري لإتاحتكم لنا لهذه السانحة، وهي فرصة يتعرف الناس على الأوقاف وديوان الأوقاف وما يقوم به من أعمال، وخاصة أن احنا حقيقة مستهدفين عبر الوسائل الإعلام ننشر ونعزز من قيمة أو ثقافة الأوقاف. والحمد لله يعني عبر هذه الشاشة احنا برضو ندعو، قبل نخش في المواضيع إن شاء الله ندعو الناس انه، ونحن حقيقه مستهدفين كل شخص في السودان بانه يوقف، وان شاء الله اثناء الحوار ممكن نحن نوضح ان شاء الله. اذا حندخل اول ديوان الاوقاف الاسلامي ونتعرف عليه، لان يا مشاعر في الاونه الاخيره كثر الحديث عن الاوقاف وفي مشاكل كثيره حصلت، وانه في حاجه في ناس عندهم اوقاف كثيره لكن ما بتدور لمصلحه الوطن ولا مصلحه المواطن. عايزين يعني نتعرف على الكثير، لكن خلينا ندخل نشوف طبيعه عمل الاوقاف وما هي ذات الاوقاف. تفضل مولانا. طيب نحن بالنسبه للاوقاف نحن نتبع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. هذه الوزارة تتكون تقريبا من 3 أضلاع، اللي هي الضلع الأول الأوقاف، الضلع الثاني الدعوة، الضلع الثالث الحج والعمرة. الآن أضيفت لها إدارتين وهو مجمع الفخ الإسلامي وجمعية القرآن الكريم. وهنالك إن شاء الله مسعى إنه نحن كذلك المضيف لنا الزكاة، لأنه من اختصاصات وزارة الشؤون الدينية. نحن الوزير بحكم اختصاصه هو ناظر عموم أوقاف السودان. الأوقاف كإدارة في السودان بدأ التنظيم من 1903 كإدارة وتنظم عمل الأوقاف، يعني من زمن الإنجليز. ثم وكانت تابعة مباشرة لقاضي قضاة السودان، يعني بالمحاكم قاضي قضاة السودان هو المسؤول عن إدارة الأوقاف. ثم تطورت إلى عام 1900، من 80 إلى 1986 دي أصبحت كهيئة. من 86 إلى 96 أصبحت عندها قانون وفروع في الولايات. في عام 2008 تم إصدار قانون اسمه قانون ديوان الأوقاف القومية. في 2020 نحن جينا عدلنا، عملنا تعديلات على قانون 2008
سميناه الديوان، قانون ديوان الأوقاف الإسلامية تعديل 2020. الديوان مسؤول عن أوقاف السودان بالداخل والخارج، لأن نحن في السودان عندنا أوقاف في السودان وعندنا أوقاف خارج السودان. ونحن حقيقة قبل ما نمشي قدام نعرف الوقف. الوقف هو شنو؟ الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني أنت بتجيب لي البيت تقول لي أنا أوقفت المنزل ده، فالبيت ده أول ما توقف فيه إجراءات أنا أساعدك فيها وأقوم معك فيها نيابة عنك أو بالتضامن معك إلى أن أكسبه وتكتمل الإجراءات القانونية ويصبح وقف بمجرد إكمال الإشهاد الشرعي. أصبح للوقف حصانة. ما هي الحصانة؟ الحصانة تاني ما في إنسان يقدر يتعدى على هذا الوقف، حماية لا رئيس الجمهورية ولا أي سلطة ولا وارث ولا أي شخص تاني يقدر يغير في الوقف، إلا في حالات محددة. لو أصبح أنا داري أستبدل الوقف بوقف أحسن وبمبررات مقبولة وبواسطة المحكمة. ولذلك نحن الآن بنعزز وننشر هذه الثقافة، لأنه في مقدمتكم الحقيقة الأوقاف فيها مشاكل كثيرة وفيها تعدي عليها. صحيح. تعدي في الأصول وتعدي في الريع وتعدي في عقود المقاولات وتعدي في الاستثمار وتعدي في الاستخدام. يعني نحن حتى الناس المؤجلين الأوقاف طريقة الاستخدام، يعني يجي مثلا يخط المكيف بمزاجه في الحيطة في مزاجه برضو. يعني نحن دي برضو نحن من واجبنا إنه إحنا نعالج هذه الإشكالات، يعني المحافظة على الوقف ذاته، على الوقف وتطويره وتنميته ومتابعته وتنفيذ شرطه والتطوير. نحن بداه من كل يعني الجوانب، ابتداء من المستندات. ولذلك نحن عندنا كديوان أوقاف، أرجع شوي للقانون، نحن كان لكل ولاية قانون على طبيعة الولاية. أيوة كل طبعا. طبعا كان الإشكال أصلا جاي من قانون أو الدستور 2005 لما نص في الدستور إنه كل ولاية الدين في الولاية شأن يخص الولاية. فكان كل ناس بيعملوا قانون يفصلوه على حسب. لكن نحن لما جينا في 2020 قمنا لغينا جميع قوانين الولايات وجعلنا الأوقاف اتحادية، كل الأوقاف تحت مظلة قانون واحد، تحت قانون واحد، حكومة قانون واحد وإدارة واحدة، لكن بفروع وبإدارات مختلفة في الولايات. تعديل القانون يحكم الإدارة والمتابعة وكذلك يعالج الإشكالات، وخاصة في جوانب الريع وفي جوانب التطوير وفي جوانب التعدي. لأنه نحن الآن أنا هتقدم قدام إنه نحن الآن عندنا في خططنا، نحن الآن دايما نربط جميع أوقاف السودان بشبكة وحوسبة جميع إدارات ومعاملات الأوقاف عن طريق النظام الإلكتروني. يعني ما عندنا دول يشيل ورقة يجيب ورقة، ده كله نحن محافظة على الأوقاف. فنحن الفساد والكلام الكثير اللي ذكرتوه، نحن الآن لو ما أعدنا الثقة للمواطنين في أنه الأوقاف ما عادت كما كانت من قبل لن يأتي واقف ويوقف. وأنا من خلال هذه القناة إن شاء الله أنا أبشر، يعني نحن الآن جوانا ناس يوقفوا. نحن الآن جاتنا امرأة في كلاكلة عندها عمارة. لأنه نحن أخواننا لما تتبعنا تاريخ الأوقاف في السودان في العهد القريب ما في ناس أوقفوا. كل الأوقاف قديمة، عبد المنعم المعروفة للناس. لكن ليه؟ لأنه الواقف يقول لك أنا بدي الوقف يضيع. يعني ولذلك تعرف الوقف هو حبس الأصل
ودي كانت انتشرت في فتره من الفترات. يعني ما ممكن انت انا اقول حبس الوقف وعدم التصرف فيه باي تصرف، لا بيع لا شراء لا هبه لا رهن، حتى الرهن ويجي مسؤول يتعدى عليه مثلا على الوقف ويغير اصله. ودي من همومنا من الهواجس الان شغلانا، لانه عندنا اوقاف كثيره المسؤولين غيروها، والان كلها عددنا ملفات وديناها الان، وفي بعضها استردت لنا اصلا. اوقاف 1911 قديمه من 1911 اوقاف لعموم المسلمين في السودان، ولذلك تعدوا عليها. الان نحن بدينا نسترد في هذه الاوقاف. لما جينا عملنا لكل وقف منتزع من الاوقاف عملنا ملف، والحمد لله الان استردينا. الان الى الان نحن تم استرداد 44 وقف، ولسه يعني لسه ما اكتمل الاسترداد، لكن الاجراءات، لكن عندنا 44 خلاص نحن اصبحنا تحت ولايه الاوقاف. وان شاء الله عما قريب ريع يعود لاهله، مساكين والفقراء والايتام طلاب العلم المساكين. نحن الاوقاف دايرين الان بالمفهوم الجديد والبسيط، لان بسط للناس انه الاوقاف دي يعني ما الجوامع بس. نحن الاوقاف عندنا تشمل جميع نواحي الحياه، اجتماعيه الثقافيه الصحيه التعليميه الاقتصاديه البيئيه. نحن في اي مجال من مجالات الحياه نحن بنندح فيه. لذلك هل بالضروره مولانا عبد العاطي يعني يحدث تغيير للوقف؟ لانه مرات في ناس بتوقف يقول لك انا البيت حقي ده عايز اوقفه مسجد بالتحديد، هل بالضروره يتم بناؤه مسجد، ولا بعد ذاك انت ممكن تشوف انه ممكن يكون شنو؟ لكن الزول الواقف ده بيقول انا المنزل حقي ده انا عايزه يكون مسجد لله سبحانه وتعالى. يلا في الحاله دي تحديد ايوه في ناس نحن دائما بنطلب من الواقف يجينا، لانه احيانا الواقف يمشي ويوقف يمشي المحكمه. انا حتكلم برضو عن اجراءات يتبع الواقف حتى يصير ما يريد وقف برضو. لما يجينا احنا بنساعده. فمثلا الواقف يقول انا داير احفر بير، البير دايره مثلا في الخرطوم. لما لو جانا نحن بنقول له يا اخي البير في الخرطوم ما مجديه وما ذات نفع. نحن البير ده عندنا مناطق فيها حوية للماء، نحن بنخترع عليك، نقترح ما بنلزمك، نخترع عليك مثلا عندنا عطش في شمال كردفان أو في أي منطقة من مناطق السودان، ونحن نشرف على الوقف ونساعدك في الوقف. فلما يجينا نحن بنساعده، فنقول له إذا كان أنت البيت ده توقفه، نقول له مثلا في المنطقة مثلا بيت المال يا أخي المساجد موجودة، نحن ما بنعترض انك توقف في النهايه، لكن لانه اغلبيه الناس مولانا الواحد بيجي بيقول لك انا عايز بس مسجد، فالناس اتجهت بس في اتجاه المساجد وخلت المجالات. وهو لو خلى لنا بيت نحن نقنعه قد يكون نفعه في المنطقه وموقع البيت وفي البيئه المحيطه، نفعه كواقف هو اصلا هو اكثر من ان يكون شنو؟ مسجد، لانه مثلا حوالينه في مساجد كثيره عشان المساجد لكن مثلا لو خلينا أيوة مثلا مخصص مثلا لايواء الايتام او لايواء المشردين او لتخصيص الريع لشراء الكتاب للطالب الفقير او لتجهيز وجبه فطور للطالب الفقير في المدرسه او لشراء حقيبه او لشراء زي، فدي نحن نناقشه، لكن في النهايه هو لو اصر نحن ما نقدر، لكن نقدم له اقتراحات. معناها الحته دي يا مولانا محتاجين فعلا لثقافه الوقف وانه الناس ما تركز فقط مثلا على مساجد او غيره، لكن طالما انت عايز عمل الخير ممكن في مجالات ثانيه الناس ممكن تكون اكثر حاجه. ونحن هو لو اصر عليه وقفه نحن بنمشي معه، لكن بنقدم له المعينات اللي هي بالصوره اللي انا الان طرحتها. هو قد يكون الاصل بتاعه انه يوقف، لكن في باله مسجد، لكن انا بديه خيارات، انا بديه خيارات، انا بعد اقدم الخيارات قد يقتنع بالخيارات. نعم
إيجارات الأوقاف دي مش من المفترض تتغير مع تغير الزمن ومع ارتفاع مثلا الإيجارات، ولا ليه بتظل مثلا يقول لك يعني عقار وقف إيجاره ريال ولا جنيه، يعني حياة قديمة، يعني ليه ما بحسش التطور يعني؟ شوف، نحن دي من أكبر المشكلات عندنا، إنه الأوقاف إيجاراتها ضعيفة، ودي مش على مستوى الإدارات حقتنا، حتى على مستوى الفهم العام عند الناس. يجي يقول لك إنسان، يقول لك أنا داير أجل من الأوقاف. ليه تأجل من الأوقاف؟ لأن الإيجار ضعيف، الإيجار ضعيف. دي إشكالية كبيرة جدا، ونحن بنعتبرها يعني استخفاف وانتهاك لحق الواقف. نحن نشوف حل مستوى، انا قلت لك تاني برضه على مستوى المسؤولين. انا اتذكر يعني مسؤول المدارس قسمه قبل شهر، فعندنا مواقع في المقرن، فقال لي انا داير استاجر، برضه جاي بفهم منه انا الايجارات القديمه الايجارات البسيطه، فقال لي انا لقيت في المعموره ب 70، لقيت وين؟ قلت له انا الايجار بتاعي ده ب 250. قال لي كيف؟ انا قدمتها للبلد. قلت له انا مع احترامي للحاجات انت قدمتها للبلد، لكن انا كمسؤول لازم اوافق او احرص واحافظ على حق الوقت. حق الوقت ما حقي انا 250، وانا لو حقيت فاوض معاك، لكن انا كمعيار حددت به الايجار في المنطقه دي، عندي معايير، عندي لجان بتحدد الايجار، فما بقدر لانك انت مسؤول قدمتها للبلد، دي حاجه منفصله تمام، انت تساب عليها وتؤجر، ويا ريت انا كان عندي حاجه اقدمها لك من غير الاوقاف، لكن في الاوقاف انا ما بقدر. فالناس عموما على مستوى المسؤولين فبيبحثوا عن ايجارات الاوقاف باعتبارها ضعيفه وباعتبارها مال ميت، يعني ما في زول بيسال منها ما في مراقبة، ما في مراقبة. ودي نحن دفعتنا انه نحن الان التحصيل يكون الكتروني، ما دايرين زول يشيل شنطته ويمشي يحملها في الدكاكين ويقول الايجار. ليه؟ واستهلاك الكلام الكثير. ايوه استهلاك، وبعدين التاجر ما بيجي، ودي الاوقاف وقروش يعني بيعتبروها قروش، فيمشي المتحصل فيقول والله يا اخي التاجر، يقول السوق اليومين دي تعبان وما في قروش وبتاع، ويمشي. المهم انا ما دارس كل الحياه الثانيه، لكن المهم بيمشي يعني يمشي حاله. ايوه يمشي، خلينا نكون واضحين شويه. بيمشي يعني، لانه الحاجات دي بالمناسبه على فكره حتى مش في الاوقاف، في كل الدواوين المختلفه اصبحت زي يعني حته الجبايات اللي بيرسلوا لها الموظفين ده، يعني حتى المويه دي ذاتها بالمناسبه لما تيجي تدق الباب تقول له انا ما عندي حق المويه، كان يقول لك مثلا اديني جزء، يعني ايوه بتدي جزء ده ذاته ما بيرجع نفسك انت في حته، انت هل بتدخل في جيبك ولا كلام يعني. انه نحن ما داي نطعم في نزاهه الناس، لكن ده واقع موجود. ولذلك الحل عندي انا، انت كمستاجر، انا عندي شبكه وانت قاعد مستاجر، انت فلان الفلان، الدكان رقم كده، السداد يوم كاخر موعد للسداد يوم 10، انا ناس الحسابات قاعدين يوم واحد، يطب كل الجهاز قدامه يسهر المستأجرين، أي واحد ما دفع في الموعد بيديه إشارات، بيتصل عليهم، يتصل عليهم ما سدد في فترة معينة، بيحول الإدارة، إدارة تحوله للإدارة القانونية مباشرة، لكن ذول يشيل شنطته يمشي يحصل. فده نحن فالشهور بتدخل في بعض والمشاكل بتكبر. الآن مثلا ولاية خرطوم لما جينا في فترة 4 شهور لقينا مديونيات من المستأجرين 30 مليار، تخيل 30 مليار ممكن متأخرات. ليه؟ ما خلاص انت، انا بعتبر الناس الاوقاف تقصير وبرضه المستأجر مقصر. صحيح. ولذلك نحن صح، نحن من دون نحاسب ونراقب، ودي الاشكالات الان بنعالجها. فالسؤال انه الإيجارات ضعيفة، نحن الآن من 2020 عملنا تعميم لجميع ولايات سوناء بتطبيق أجرة المثل. نحن في ولاية من الولايات لقينا دكان مأجر ب 200 جنيه، تصور 200 جنيه 30 يوم، تجي يطلع 200 جنيه يطلع لنا سلوكة 200 جنيه، يعني كيلو خيار ما يجي 30 يوم، فيعني حاجات مبالغة.
عندك هنا ما عنده علاقة بالحاصل. ما يعني كلام بس لأنه أوقاف. لأنه أوقاف بس. فالناس يعني في استخفاف ويعني استباحة لأموال أوقاف بصورة ما تتخيلها. يعني أنت كوقف مفترض تتخوف من التعدي عليهم. لأنه في الريع أو الإيجار ده هو مستحق لناس مسكين. فقراء مساكين. وأيتام. وغيره من أصلا الواقف ده لما أوقف داري في ناس قال يرجع لهنا صحيح. ولذلك نحن عملنا تعميم لتطبيق أجرة المس في جميع ولايات السودان. لما جينا في شهر 8 عملنا مراجعة لتطبيق أجرة المس. نحن لقينا نفسنا طبقنا في أجرة المس 60% مما كان. يعني كان العائد بتاعنا من الإيجارات في السودان بيجي زي 103 مليار أو 100 كم يعني حدود 110-109 مليار. لما جينا راجعنا عقودنا تاني لقينا نحن حصلنا في الفترة دي 234 مليار. مبلغ ده كله كان مهدر. صحيح. نحن في 2021 حنضاعف الإيجارات دي لأنه نحن لسه شغالين حنضاعف في حدود 500 أو 600%. ليه النسبة جد عالية ليه؟ لأنه المستأجر من الأوقاف بجنيه والمستأجر من الأشخاص ب100,000 جنيه. لما نحن نقول له دايرين نوازي طبعا النسبة حتكون عالية. فيقول ما ممكن من جنيه لمية. نقول له من جنيه نحن دايرين أجرة المس بس بأمثال الموقع حواليك في المنطقة نحن دايرين. لأنه أنت الأوقاف مش تظلم. مفترض الأوقاف لو السوق بجنيه الأوقاف تقوم ب2 جنيه. ليه؟ لأنه أنت برضو اديناها الثاني على جهة التبرع. لأنه في النهاية حيمشي ساهم في الله. فدي من الحياة المهمة أنه نحن إيجارات الضعيفة وعندنا قانون قوي جدا في الإيجارات. نحن بدنا نخوف الناس وما دايرين نحن مشاكل مع الناس، لكن دايرين نستريد حقوق الأوقاف. أنت ما أجر، نحن ما لقينا العقد بين الأوقاف وبينك ب5,000 جنيه، وما أجر من الباطن ب50,000 جنيه. تمام؟ بالمشكلة. فبقينا نجي لقينا قاعد في الدكان ما أجر بكم؟ ب50 وعقده ب5. يعني مبالغ. مفارقات كبيرة. فنقول له نحن زول ده ما عندنا علاقة به. علاقتنا بك أنت، نعمل عقدنا معك أنت. يا زول نحن ما عندنا علاقة. ما ممكن أنت يا أخي يعني تاكل من ظهر شنو؟ من ظهر الأوقاف. ومبلغ ضخم جدا. يعني مثلا نحن في عمارة الذهب لقينا الناس الإيجار ب8 جنيه. 8,000 مثلا. مؤجرين بالباطن. مؤجرين بالباطن. ديل بيأجروا الكيلو. يعني السنة بالكيلو. يقول لك السنة دي بالذهب. والإيجار مثلا ب50,000 في الدكان ويدوا الأوقاف 8,000. يعني كلام. ولذلك نحن القانون بتاعنا بيدينا الحق، لكن نحن زي ما قلت في كلامي ما لدينا مشاكل، لكن دينا حافظ على شنو؟ بنجي للزول التي هي أحسن. بنجي للمستأجر. بالقانون بالطريقة نحن يا أخي بالحسنى إيجارنا ده الآن في المنطقة اللي أنت فيها جيرانك وحواليك بكده تدينا ولا لا؟ أدانا مش مشكلة. طيب ولانا يعني نفس الإجراءات اللي بتتخذوها الآن في الأوقاف في السودان والآن ماشيين لترتيب الأوضاع في الاتجاه ده بنفس القدر الأوقاف خارج السودان؟ يعني في آخر زيارة لكم للسعودية والوقوف على الأوقاف السودانية الموجودة بنفس الإجراءات ولا في اختلاف؟ طبعا نحن عندنا حقيقة في السعودية أوقاف، عندنا 7 أوقاف في السعودية. وأنا أقصد بالأوقاف التابعة لنا مباشرة اللي هي الأوقاف السلطانية اللي هي الأوقاف الخيرية. اللي هي يعني نحن طبعا عندنا الوقف ينقسم لثلاثة أقسام. وقف خيري عام. ووقف أهلي يعني أنت ذري بتقول لأبنائي وأبنائي. وأحيانا الوقف الثالث النوع الثالث اللي هو الوقف المشترك. الوقف المشترك كيف؟ يعني أنت بتقول نسبة هنا ونسبة أيوة والباقي أو نسبة تقول عمل خير. أيوة لو تقول مثلا لأولادي من الدرجة الثالثة بعد كده يبقى شنو؟ يبقى بير عام.
يعني ولد الولد ولد الولد ولد الولد وكده يعني تحدد. بعد كده بيبقى شنو؟ أو يكون مشترك أو يكون سلطاني عام لجميع الناس. فالأوقاف في السعودية برضو أنا بكل صراحة الأوقاف في السعودية نحن بالنسبة لنا يعني لقينا فيها يعني دمار بمعنى الكلمة. لأن عندنا وقفين في جدة ممتازات جدا وبمساحات أكثر من 7000 متر. عبارة عن شنو ولا ما قاعد تفصح عنه؟ أيوة. لا نفصح ده ما حق الناس كلهم. أيوه عبارة عن شنو في جدة دي؟ الوقفين دي واحد سمى وقف القنصلية السودانية ووقف البعثة. الوقفين دي من زمن الرئيس الأسري هم أوقفوا لأهل السودان موقوفات للحجاج والمعتمرين والبعثات الصحية. والوقفين ديل كمواقع ممتازات جدا جدا ولكن برضو حصل عليهم تعدي في الفترة الأخيرة. هي ما هو مع التعدي في جدة الوقف الأول هو القنصلية دي كانت مستأجرة من القنصلية السودانية. القنصلية كانت بتدفع للأوقاف 200,000 ريال. فجت إدارات من إدارات الأوقاف قالت لهم تتفضلوا تطلعوا لأنه أنا داير استثمر تطلع. وطبعا في حاجات كثيرة هنا لكن الشاهد أنه أنا كأوقاف فقدت 200,000 ريال ولا استثمرت. والآن وأنا الآن الوقف ده قاعد عبارة عن خرابة حتى أصبح يشكل مهدد أمني للسلطات هناك. في حين أنه هو كان بيدر ريع للأوقاف ويستفيدوا منها. الآن موجود كمبنى موجود فقط؟ موجود كمبنى مش كمبنى حاجة مخيفة. يعني أنا كان يمكن يجي خرابة يعني خرابة. لكن خرابة يعني الخراب تسبب فيه الناس. الناس هم تسبب فيه لأنه الوقف الثاني برضو في نفس الاتجاه برضو مساحته 3000. هذا الوقف عبارة عن 6 فلل بنا قديم ممتاز. هو قديم لكن محافظ وعبارة عن برج. البرج تقريبا فيه كم 20 شقة. لكن البرج انت لو خشيت فتقول في عدو هاجم المنطقة. لأنه شنو الشباك مقلوع والمقيم مقلوع ما في محافظة حاجات مقيمة. لا هم عملوا الكلام ده مقصود. ضلعوا وطلعوا المستأجرين والمستأجرين كانوا بيدفعوا إيجار ونحن دايرين نكسر المبنى ونبني ونشيد دايرين خدمة بتاعت إنه دايرين يعملوا حاجة كويسة. والآن تقريبا 13 سنة لا شيد ولا المؤجرين خلوهم قاعدين ولا أهل. ده خراب يسموه الخراب الممنهج يعني انت ما ممكن الحاجه اصلا هي قدر بتدر لك دي خلاتها ترجع للخراب شايفه بس انا دايما بستخدم والبساتين لانه هو دمار. لانه خراب ده انت ما حاجه كده خفيف. شنو الغرض عفوا مولانا عبد العاطي شنو الغرض من الزياره للمملكه العربيه السعوديه للاوقاف بالتحديد عايزين تعملوا شنو بالضبط؟ نحن اصلا كان الغرض الاساسي الوقوف على أوقافنا في السعودية. وقوف ميداني. نحن عندنا منهج انتهيناه في الأوقاف. فقلنا نحن من سياستنا نحن ما دايرين قاعد في المكاتب. نحن شغلنا ميداني ما نعتمد على التقارير والورق ونمشي نصطدم بين التقرير مختلف. فكان الهدف الأساسي اللي هو الوقوف على أوقافنا في السعودية على الطبيعة. فإنت لو ما وقفت الكلام اللي ذكرته ده لو حكوا لك ما بتتخيله ولا بتصدق إلا أنت تجي تقيف تشوف بنفسك على الطبيعة. فده الوقوف بيدينا التصور يدونا حجم المشكلة حقيقتها والتصور لحلها. لأنه نحن لقينا مشاكل مثلا لقينا مشاكل الآن في المبنى ده. طيب الحل شنو؟ والمبنى الثاني بتاع البعثة فيه 6 فلل. الستة فلل الليل تتصور الفيلا مؤجرة ب 500 ريال. أنا لما جيت شهر 12 أو شهر 1 الفات عليهم
557 ألف ريال ما بيدفعوا ما بيدفعوا مستبيحين وقاعدين 500 هي برضو ممكن يكون داخل فعل إيجار بالباطن قد يكون لأنه نحن ما في حتى على قلة على قلة الإيجار دي بالريال بيكون كل شيء جايز على قلة الإيجار دي حتى المستأجر ما بيدفع على قلته أيوة ما بيدفع أيوة. فدي دي المبنيين في جدة برضو نحن عندنا تصورات لحلها طبعا عندنا أكبر مشكلة في السعودية إنه وجود عدم وجود ناظر لأنه في النظام السعودي لازم الناظر في الأوقاف لازم يكون ناظر والناظر بالنظام السعودي لازم يكون سعودي بعد كده ممكن تعمل مجلس نظارة وتعمل إداراتك الثانية مع الناظر ما في مشكلة فكان عندنا مشكلة الناظر وعدم وغياب الناظر نحن كان حقيقة الناظر ذات موجود سبب من أسباب إهدار أموال الوقف نحن بالدراسة وبالمستندات نحن الناظر الفات وبالحاجات الموجودة نحن الأوقاف فقدت 40 مليون ريال 40 مليون ريال ومش كده ولقينا في أحكام على الأوقاف ب 10 مليون ريال بدون أي وجه حق يعني بدل ما تستفيدوا بقيتوا عايزين نحن لقينا في المدينة الأوقاف مدينة بسبب التلاعب والإهمال وعدم الإدارة واستباحة أموال الأوقاف عاملين عليها حكم حاز القوة يعني درجات الاستئناف بقت ما في ثاني الا التنفيذ فيقول الحكم ب 10 مليون ريال في 10 ريال يعني مشهد محكمه عليا مشهد خلاص اخذ الثاني حق التقاضي ذاته ما عندنا وده يعني انت ما ممكن انا اتفق معك امشي المحكمه واقر انك عندك مبلغ 10 مليون علي ثاني في حاجه اكثر من الاقرار هو سيد زين فبيطلع الحكم انك انت داير من 10 مليون بيجي يجيب الحكم ينفذوا له 5 مليون لما جاء الان نحن مشينا الوكيل جاء الوكيل قال له تدينا 10 مليون ريال من وين اديك 10 مليون ريال؟ انا ما اديك مشي للمحكمه عندنا قروش قاعده في بيت المال في المدينه اللي هي برضه بيتكلم عنها اللي هو مال تعويض وقف ابا ذر المهم ديل واقفين نحن عندنا تصورات لحلول استثمار والاخوه المهندسين هناك في السعوديه عندهم جمعيه اسمها جمعيه المهندسين السودانيين احنا قابلناهم في المدينه وناس افاضل وعندهم همه وقلبون على البلد وقالوا نحن تقريبا عندهم كم 30 ألف مهندس في السعوديه عاملين جمعيه ومستعدين يعملوا التصاميم واصلا تصاميم إعادة تصميم ونحن برضه عندنا تعاون مع بنك الإسلامي للتنمية جدة عندنا تعاون معهم كان علينا عندنا مديونية عليه ولكن الحمد لله في 2016 سددنا ما علينا فبقى المجال الآن مفتوح أمامنا إنه نحن البنك يقدر يمولنا في المجالات عندنا الوقفة الثالث في مكة الوقفة ممتاز عمارة مساحتها 700 متر وسبعة طوابق وفيها 95 غرفة مهيئة ومجهزة ممتاز جدا وبس الإشكال اللي فيها إنها هي بتخدم أثناء فترة الحج فنحن لما مشينا فقلنا برضو يخدموها أثناء فترة العمر على أساس إنه تكون مدورة طوال ما تكون موسمية على أساس المستفيد وده كله ريع ونحن بنخدم به الحجاج والمعتمرين والبعثات صحية محدد كده عندنا في المدينة أربعة أوقاف عماير اللي هي عبارة طبعا بالمناسبة عندنا أوقاف مجهولة ما معروفة هي وين؟ ما معروفة وين ونحن برضو دي من الحياة المشينة عادية مع ناس القضاء في المملكة السعودية والآن الحمد لله تكونت لجنة هنا في السعودية في من وزارة الحد ووزارة الشؤون الإسلامية والعقارات الحكومية وإدارة الأوقاف عشان نعالج مشاكلنا دي كلها في المملكة السعودية فعندنا أربع أوقاف في عمائر في المدينة وقف أبو عذر ووقف الزبير ووقف قربان ووقف البعثة أربعة وقف أبو عذر طبعا كان قش في التوسعه
وده كان فيه استثمار، كان فيه استثمار مع ناس البنك وبدوا لما خش طبعا في التوسعة الشغل وقف. الآن عنده تعويض مبلغ ضخم جدا قاعد في بيت المال، ده ما بيطلع المبلغ ده إلا بإجراءات معينة لأنه نحن مفترض نوجد بديل ونقدم للمحكمة تدين الشغل. عندنا الأوقاف الثانية شغالة اللي هي الثلاثة، عندنا الأوقاف الأهلية كثيرة جدا أكثر من 20 اللي هي نحن ما عندنا يعني أكيد يعني مولانا نحن نحتاج طبعا يا محسن لأنه نعرف يعني في كثير من الأشياء هي على فكرة بعيدة على الناس ومغيبين يعني. حسيت في سكون يعني لأنه فعلا نحن مندهشين يعني على الحياة اللي بتحصل في الأوقاف سواء كان في السودان أو حتى في المملكة العربية السعودية. نقدر نبشر المواطنين بأنه يعني خيرات الأوقاف دي تصهر كخدمات للمواطنين، هل سنوات مدروسة ولا ما نعشم المواطنين بأنه ممكن يستفيدوا من الأوقاف؟ نحن نبشر بعد الجهد الكبير. نحن نبشر الآن حتى في 2020 نحن ما كان الأوقاف بتساهم في المشاكل في البلد، نحن في 2020 اشتغلنا في إغاثات، نحن ما سميناها إغاثات سميناها هدايا لأهل المتضررين من السيول والفيضانات، واستهدفنا ولاية خرطوم والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل، أربع ولايات بالكساء وبالإيواء وبالقزاء. وعندنا الآن برنامج في مجال الصحة، نحن كل المجالات بنشتغل فيها تعليم، يعني الآن عندنا برنامج للزي المدرسي بنصنع فيه، نستهدف بعض الولايات الضعيفة طلاب في الولايات الضعيفة نقدم لهم. عندنا في المجال الآن نحن عندنا مشاريع في خرطوم، مشروع لمبنى مع المحسنين إنه نحن عندنا مستشفى للأولاد للأطفال والنساء والتوليد، مستشفى على مستوى وكذلك مركز صحي الآن بنبحث عن مكان مناسب. فنحن مندهن على اتجاه جميع النواحي الحياتية، بيئة، صحة، تعليم، تحفيز قرآن، مساجد، عندنا خدمات مختلفة. الآن عندنا برنامج اسمه برنامج إعمار المساجد، هذا البرنامج نحن مستهدفين فيه 70 مسجد لآخر ديسمبر و100 كحد أقصى. المسجد ده نحن المساجد المستهدفين ده حددناه بالفروش وبالدهانات وبالكهرباء وبالمواد الكهرباء وبالشبكات الصحة، كل التفاصيل. فكل مسجد بيختلف حوجته عن الآخر، ومستهدفين المساجد دي لأنه برضو ده دور نحن نحيي دور العبادة. وقدمنا ماذا نقول قدمنا، لكن ده حق مستحق لأهله يعني احنا رجعنا ليهم في مجالات كلها. حقيقي الكلام يعني الكلام احنا بس ممتاز ده أكد التبشير البشارة انه احنا نبشر أهلنا قبل هذا القناة وانت عبركم ان شاء الله الأوقاف ما عادت كما كانت الآن بس. انا لو اديتني فرصة شايف كده الزمن كده زي تفضل. انا بس دار اختم انه احنا دايرين أي إنسان في السودان يوقف بالمعنى ذكرته في أول اللقاء، بالمعنى تبسيط معنى الوقف. يعني إحنا كيف يعني دايرين اللي عنده غنم يوقف غنمايا، واللي عنده مزرعة واللي عنده معلقة يوقف معلقة، يعني دايرين حسب الاستطاعة والمقدرة حقا حسب وأنا بضرب مثال عندنا أنا قريت في امرأة قال في القصيم، هذه المرأة يعني أوقفت حلة بتاعت الطعام، جابت وقالت الوقف الحلة دي وقف، والناس كانوا في ضيق فالناس كانوا بياخدوها باعتبار استخدموها. الحلة دي بقت حلة تاريخية لما خلاص الناس هناك وسع عليهم ربنا عز وجل جابوا الحلة ودللوها واتباعت ب100,000 ريال. ال100,000 ريال اشتروا بعمارة الآن عمارة عمارة كبيرة حتشوف حل. نحن جاتنا امرأة هنا في السودان جاتنا بالديوان أنا أختم بها، جات شايلة ذهب وخطته وقالت الذهب ده أنا دايراه
بتدوا الايتام. قلنا ناخذ اسم، قالت لا اسم. طيب قعدنا قلنا لو احنا الذهب ده مشينا صرفناه وديناه الايتام الموضوع انتهى. فنحن الذهب ده نشوف حاجه تكون مستمره. فقمنا مشينا في حاج يوسف هناك، لقينا سوق كده نشتري لنا دكان صغير، ودكان بقى يجيب ريع بيجيب ايجارات، فبقينا نشيل ايجارات نقسمها ليه. بعد فتره شعرنا انه الناس المحليين عندهم تنظيم في السوق ده، حيشيلوا السوق ده، وقلنا اخواننا نتخلص من الدكان ده، فقمنا بعناه، شلنا مبلغ القيمه عملناه وديعه في البنك. استثماريه. فبقينا كل فتره نشيل الربح الوديعه نديهم الايتام. ده مثال والامثله كثيره. يبقى في استمرار. ده كلام جميل والله. الاوقاف طبعا نحن هنا يعني دائما بنستهين بها، يعني يقول لك يا اخي ما ده وقف يعني مشي اي حاجه اعملها لانه هو وقف يعني. نعم. حتى للمواطن العادي في المزاح بين نعم الناس كده الوقف عندهم لا يعني شيء. نعم. ولكن الوقف بيستفيدوا منه ناس كثيره كبيره جدا يعني، غير تعظيم. غير الفائده تعظيم والاجر اللي بيعود على صاحب الوقف. صح. فيه خدمات كثيره. صح. بتعود لنا نحن في مكاتبنا عندنا، معلش الكلام كده المخرج بيعمل اشعارات، لكن نحن مثلا في مكتبنا عندنا شجر ليمون وبلح ومهم بعض الفواكه. فلما جينا قلنا يا جماعه الليمون ده وقف ما تستهينوا به. المقصد ما الليمون انت تقطع وتشيله ما عندها قيمه، ولكن المقصد تعظيم قيمه الوقف. ايوه. فانت دي ليمونه ما تشيلها، ليمونه دي وقف ما تقول لا دي ما بتعمل حاجه مشي. فانت يا اخي في الوقف لو ما محتاج للاناره دي ما تنور، يعني انت لو ما محتاج حافظ على لو ما محتاج للمكيف ما تشكله، لو ما محتاج للشاشه ما تشكله. ليه؟ لانه خصم مش هي. فنحن دايرين كلام اللي هو تعظيم شعيره الوقف ايا كانت هذه الشعيره، لو حاجه ذره بس. نعم أكيد يعني الوقف مهم للخدمات اللي بتقدم للمحتاجين والفقراء، زايد الأجر المعروف. نتمنى أنه فعلا الإجراءات دي تمشي لقدام ويكون في تقنين للوقف وقيمة الوقف داخل السودان وخارج السودان. بنشكرك مولانا عبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية، موفقين إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك في مشاريع قادمة بإذن الله. شاكر شديد لكم ولفريق العامل في الاستوديو ولقناة الخرطوم ولبرنامجكم صباح الخرطوم والأخوة جميعا. شكرا جزيلا.